très bonne équipe, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que c'est juste une question de temps. Il faut laisser du temps au staff et à tous les gens qui travaillent pour l'équipe nationale pour pouvoir redevenir le Maroc qui était avant. يعني المنتخبين مروا بظروف صعبة في بطولة أفريقيا اللي فاتت ف ومرحلة تغيير مدرب وتغيير جيل من اللاعبين فنتمنى التوفيق للمنتخبين إن شاء الله في اللي جاي إن شاء الله. Depuis le mondial qu'ils ont fait un très très bon mondial, je pense que Carlos Queiroz il a fait un travail bien. Non, je pense que personne n'a pensé que Maroc a fait un très très bon mondial. Maintenant, il faut garder la confiance, il faut faire des chaque année faire des rénovations. Et moi, j'étais content pour voir le Maroc, c'était une surprise à moi. والله شوف طبعا شفت ملخص انا المباراه منتخب المغرب منتخب بصراحه كبير تشوف العناصر من عناصر كبيره القدرات اللاعبين والامكانيات لكن ينقص المنتخب المغربي التنظيم داخل الملعب مدرب شخصيه كبيره يتحكم نطار في اللاعبين كل مولودين خارج المغرب يلعبوا في انديه كبيره يحتاج مدرب اقوى من اللاعبين لان المغرب ما ينقص اي شيء كاس افريقيا الماضي منتخب الجزائري فاز بكاس افريقيا لان كانت فيه روح فريق معناه فيه قلب تحس ان مجموعه متكامله لو تقارن منتخب المغرب منتخب الجزائري معناه فردا امكانيات معناه الكبيره منتخب المغربي اقوى فريق في الدوره لان كره القدم حقيقتها في الملعب اعتقد منتخب المغربي لو معناه هو الان مع المدرب الجديد وخليل زيتش خليل فيتش ولا خليل زيتش مدرب كبير ان شاء الله منتخب المغرب يحقق نتائج طيبه في المستقبل ويفرح الشعب المغربي. اعتقد يعني للاسف الشديد كانت فرصه كبيره للمنتخب المغربي في بطوله افريقيا وانا كنت من المرشحين الاقوياء لمرشح المنتخب المغربي للفوز بالبطوله انما يعني تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن يعني لان المنتخب المغربي كان لسوء حظ وانا شايف ان هو مش لسوء مستوى الاداء المنتخب المغربي كلاعبين وكمدرب هيرفي رينات كان على مستوى عالي جدا انما هي دي كره القدم يعني اتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي ويمكن اعتقد ان فرصة طيبة ان خليل زيتش يستمر على نهج هيرفي رينات ده لسه تقليل منه انما كيان المنتخب المغربي اعتقد ممكن يستمر الاحسن. المنتخب الوطني المغربي الحقيقة منتخب محترم جدا لاعبين ممتازين تأسفت الخروج في الكأس الافريقي لانه علقت امال كبيرة على المنتخب المغربي لكن في الحقيقة مجموعة ممتازة لاعبين عندهم امكانيات مدرب جديد مرحلة جديدة لكن حسب رأي المنتخب المغربي عنده الإمكانيات وعنده لاعبين عندهم المستوى يكون إن شاء الله في أمم أفريقيا ولا في الكأس العالمي في قطر إن شاء الله.